أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء معين عبد الملك يترأس اجتماعا أمنيا في العاصمة عدن لبحث المخططات الإرهابية الأخيرة. قوات مكافحة الإرهاب تبدأ حملة أمنية ضد التنظيمات الإرهابية في أبين وارتياح كبير في أوساط المواطنين. منظمة دولية ترصد مقتل وإصابة أكثر من 40 طفلا بسبب ألغام ومتفجرات الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا أمنيا لمناقشة مستوى التنسيق وتكامل الخطط بين الأجهزة الأمنية المختلفة والسلطات المحلية لمواجهة المخططات الإرهابية والأعمال التخريبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتعزيز الأمن والاستقرار. ووجه رئيس الوزراء باستكمال التحقيقات بشكل عاجل ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن وتفعيل الجهد الاستخباراتي المنسق لإفشال قبل حدوث المنسق لإفشالها قبل حدوثها، مشيرا إلى أن التخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية سيحاول بكل الوسائل والأساليب استهداف أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، وهو ما يجب التنبه له وإجهاض مخططاتهم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا صلاح العاقل مدير مكتب قناة الغد المشرقة من عدن. صلاح، ما هي تفاصيل هذا الاجتماع وأبرز النتائج؟ الاجتماع ضرورة ملحة لما سبقه من أحداث مؤسفة ضربت العاصمة عدن، وهي أحداث أوجعت النسيج الاجتماعي في عدن وأيضا المهتم بالشأن اليمني بشكل. الاجتماع دعا إلى التنسيق بين الجهود الامنيه والاجهزه الامنيه بشكل كامل تحت غرفه عمليات موحده، وهذا ما دعا اليه قبل ذلك الاخ احمد حامد دمت محافظ العاصمه عدن رئيس اللجنه الامنيه، وايضا هناك اجتماع كانت يراسها السيد عبدالرزاق الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب المجلس الرئاسي اليمني، وهو الذي شدد على ضرورة توحيد كل الجهود الأمنية. الذي يبقى في هذا الاجتماع والذي يؤخذ على هذا الاجتماع أنه لم يضع آلية لتنسيق العمل الاستخباراتي والأمني الذي يجب أن يكون حاضرا لإجهاض أي محاولات تستهدف السكينة العامة. الأجهزة الأمنية المخابرات التابعة لوزارة الداخلية سواء الأمن السياسي أو الأمن القومي وغيرها من الأجهزة تكاد تكون معطلة منذ اندلاع الحرب في 2015 والاجتياح الثاني الذي قامت به جماعة الحوثي على المناطق الجنوبية والعاصمة عدن. يبقى تفعيل هذا الجهاز ضرورة ملحة لكي تستكمل الإجراءات الأمنية والتنسيقات الأمنية لإجهاض أي محاولات إرهابية قد تحاول أن تضرب العاصمة مجددا. نعم، كان معنا عبر الهاتف من عدن صلاح العاقل مدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين أنها وبالتعاون والتنسيق مع إدارة أمن أبين والقوات الخاصة نفذت حملة أمنية خاطفة بوديان دلتا أبين، وتأتي الحملة لمطاردة العناصر المتطرفة والخارجة عن القانون. هذا واستطاعت الوحدات العسكرية بتأمين تلك المناطق التي كانت تشكل خطرا على مدن أبين والتي كانت تتخذها العناصر الإرهابية وعصابات التهريب مواقع لتحركاتها المشبوهة. تعود قضية مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى الواجهة، وقد بدأت خلال الساعات الأولى من اليوم حملة عسكرية واسعة ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وقد استهدفت وحدات عسكرية قتالية من قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين بقيادة العقيد عبد الرحمن الشنيني عددا من الوديان في منطقة دلتا أبين،
وأوضحت قوات مكافحة الإرهاب أن قواتها وصلت إلى وادي سلا الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثة ووديان أخرى، ومع أن وصلت حتى هربت العناصر الإرهابية إلى المنطقة الوسطى. هذه التفاصيل تأتي في وقت أكد فيه قائد مكافحة الإرهاب في أبين العقيد الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت ولن تتوانى القوات الأمنية عن تكثيف الأعمال القتالية والأمنية لاستئصال الإرهاب والإرهابيين أينما وجدوا. ودعا العقيد الشنيني أهالي أبين وقبائلها إلى الوقوف مع أبطال القوات القتالية من وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في معركة تطهير أبين من العناصر الإرهابية ممثلة بتنظيم القاعدة الإرهابية، مؤكدا أن الحملة الأمنية ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظة بشكل كامل. هذه الحملة الأمنية تسير بترتيب وتنسيق كبيرين بين القوات الحكومية والحزام الأمني وقوات مكافحة الإرهاب لتأمين المناطق والمديريات التي شهدت أحداثا إرهابية. ونقل مراسلنا في أبين أن هناك ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين لبدء هذه الحملة الأمنية وما ستحققه من عودة للحياة الطبيعية في المحافظة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم قوات الحزام الأمني في أبين إبراهيم سيود. أهلا بك معنا سيد إبراهيم في هذه النشرة. بداية، ما هي تفاصيل الحملة الأمنية وماذا تحقق منها؟ في البدء أجمع الترحيبات لقناة المشرق وطارم الإخباري الذي يتابع أخبار المحافظة الجنوبية وأبين بشكل عام. أخي، ما حصل في اليومين السابقين كان هو أولا التركيز على جانب التقارب ما بين القوات الجنوبية الذي كانت متخذة من الشيخ سالم مترسا لها، وأيضا من شقرة المترس الآخر. الجامع السياسي والتقارب اللي حصل بين هذه القوتين الأخويتين هو مكان يهمنا، وهو النجاح الحقيقي الذي نعتبره نجاحا أكثر من أي حرب أخرى نخوضها، إذ لم نكن نخوض الحرب وأنا موحدين الصف، موحدين الكلمة، موحدين القوة، لا يمكن لأي نفر يتحقق. وإن تحققت بعض الانتصارات وظلينا منقسمين يظل أيضا هو نصر منقوص. الحملة التي جاءت هي كانت بالتنسيق ما بين القوتين، قوات الأمن وقوات الخاصة بقيادة العمان، وأيضا من قواتنا اللي هو قوات وحدة مكافحة الإرهاب بقيادة الغائب عبد الرحمن الشريمي، وبالتنسيق والإشراف المباشر من القائد عبد اللطيف السيد وأيضا أبو مشعل الكاظمي. توجهت هذه الحملة إلى بعض المناطق في سلا في الأطراف الشرقية لمركز المحافظة في منطقة سلا ومنطقة عذيبة ومنطقة مريب وبعض الأودية الصغيرة التي منها بعض الجماعات الإرهابية أو كان لها تمارس أعمالها الإرهابية من حين الآخر في استهداف قيادات من الجنوبية وأيضا العود إلى هذه المناطق. والذي حصل من امتصف هذه المناطق فيها كاملة هذه القوتين المشتركة، ومن ثم عادت هذه القوة والتقت القائد البطل العظيم السيد تجار، وحصل بعض التفاهمات، وهناك ما هو قادم أفضل الذي سوف يعلن فيه نتيجة للحظر الأمني والحيطة الأمنية لسبيل أيضا الخبر حتى لا يتفشى وينتشر عبر هذه الوسائل الإعلامية. طيب سيد إبراهيم، ما مدى أو ماذا عن التنسيق الجاري بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية ومكافحة الإرهاب في سبيل تحقيق أهداف هذه الحملة الأمنية؟ أخي، عندما نتبع الأحداث السياسية وما يدور عليها في الواقع اليمن اليوم، احنا نلاحظ بأن هناك في تقارب حصل ما بين الأعداء، ما بين الحوثة وما بين القاعدة والتنظيمات الإرهابية، رغم ما يفرقهم، رغم الاختلاف في العقيدة، رغم الاختلاف في التوجه، رغم الاختلاف في المشاريع التي يحملونها، ولكن توحدوا ضدنا. نحن نرى بأن توحدنا أهم من أي شيء آخر أخي، لذلك ثقوا بأن القادم هو أبيان سوف تظهر من الإرهاب، إن لم تظهر اليوم ستقدم في القريب العاجل. نحن توحدنا، وحدنا هناك عمل أمني مشترك تباشيره وثمته سوف تظهر في الأيام القادمة، ولنا حديث فيها. لكل حدث حديث، ولكن ثق أخي، وعبر هذه القناة على قناة القد المشرق نبشر أبناء أبيان
كافة بمختلف انتماءاتهم بمختلف تكويناتهم السياسية، فإننا نحن في قوات الحزام الأمني ووحدة مكافحة الإرهاب سنظل دمائنا مرهونة ودمائنا رخيصة في سبيل أمن واستقرار هذه المحافظة، وأيضا في سبيل أن تعيش في اطمئنانية واستقرار وسكينة عامة. نحن توحدنا ومع أخواننا اللي كانوا بالأمس نحن وياهم في مكارث القتال، وكما يقال إن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي. وأيضا إن كان ثمن كبير لهذا التقارب كان بعد ثمن كبير، ولكن بالأخير نحن تقاربنا وبالأخير نحن وصلنا، وإن شاء الله في القادم سوف تسمعون ما يسركم وما يسركم. طيب. أبنا محمد. طيب أخيرا سيد إبراهيم، ما هي رسالتكم للمواطنين؟ أخيرا رسالة المواطنين، أنا أبشرك من على منبر هذه القناة المحترمة بأن المزاج الشعبي في أبين يعيش أفضل أيامه نتيجة لهذا التقارب الذي حصل، انقلب المزاج الشعبي وأصبح هذا المزاج الشعبي حاضنة شعبية أيضا إيجابية لقوات الحزام الأمني وأيضا للقوات الدخول السريع وقوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن وقوات الخاصة. آخر أيضا من أخوص نطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لهذه العناصر الإرهابية التخريبية، نطلب من المواطن أن يكون أيضا عاملا إيجابيا للحفاظ على أمنه واستقراره قبل الحفاظ على أمن واستقرار هذه القوات. متى ما كان المواطن عامل إيجابي معك فأنت ثق بأنك أنت المنتصر على هذه الأرض. نحن ثقتنا كبيرة في أهالينا، ثقتنا كبيرة في مواطنينا بأنهم جزء من هذه العملية الأمنية. نعم، كان معنا الناطق الرسمي باسم قوات الحزام الأمني في أبين إبراهيم سيود، شكرا جزيلا لك. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي نائب المدير العام لمصافي عدن المهندس أحمد مسعد واستمع لشرح واف عن مستوى الإنجاز في أعمال صيانة محطة كهرباء المصفاة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها إدارة المصفاة في مساعيها لإعادتها إلى الخدمة. هذا وشدد الزبيدي على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة كمنشأة وطنية لرفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة وخلق استقرار تمويني في السوق المحلية. بجانبه أكد المهندس أحمد مسعد أن إدارة المصفاة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن، خصوصا في ظل تنامي الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف. حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة في تعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز. ووجه العميد طارق خلال اجتماع مع قيادة محور تعز برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي لأي تصعيد، كما نوه بتجاوب المملكة العربية السعودية وموافقتها على تمويل مشروع تنفيذ طريق تعز الكدح البخا. أكد رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي. جاء ذلك خلال لقاء الفريق مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان. ويهدف اجتماع اللجنة العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة خاصة من الناحية العسكرية بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل الميليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو المسيرات أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال. قالت القوات الحكومية أو قالت القوات المشتركة إن جنديا من عناصرها استشهد جراء خروقات جديدة لميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي والتي بلغت أكثر من 73 خرقا خلال الساعات 48 الماضية. وأوضحت القوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت أكثر من 47 خرقا جديدا في ذات المحور، شملت بينها طيران مسير استطلاعي. وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد أكثر من 26 خرقا جديدا في قطاعي الكدحة ومقبنة، حاولت خلالها الميليشيات تحقيق إصابات مباشرة في مواقع عسكرية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبد الستار الشميري المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيد عبد الستار. بداية، كيف تتابعون الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وخاصة في الساحل الغربي؟ بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة هذه الخروقات تثبت قطعا أن الهدنة كانت من طرف واحد
من طرف الشرعية الميليشيات الحوثية أثناء الهدنة الأولى والهدنة الثانية أيضا لم تتوقف عن كل العمليات العسكرية المختلفة، ابتداء من الزحف الميداني في مارب وتغيير تموضعاتها العسكرية في تعز والقنص والضرب بالمقذوفات، ثم هذه المحاولات والخروقات في الساحل الغربي وفي جبهة مصبنة وعلى تخوم البرح وفي حيث الجراحي. بمعنى آخر، خلال عملية الهدنة حاولت الجماعة الحوثية أن تأخذ مكاسب بالجملة وتستفيد إعادة ترتيب صفوفها، بينما التزمت الشرعية دون أن تستلم أي مكسب إنساني على الأقل في فتح معابر تعز. هذا الأمر يعيد النظر أن ليس هناك حتى الآن أي معادلة وازنة في طاولة الحوار في درعا الأمم المتحدة التي أجبرت الحكومة الشرعية، أو أنها بنفسها تخلت الحكومة الشرعية عن التزاماتها تجاه شعبها لا سيما في الجانب الإنساني، خاصة وأن هذه الهدنة كانت ترتيباتها مسبقة منذ 6 أشهر على أنها ستحسن الأوضاع المعيشية وستفتح المعابر في أماكن مختلفة. فهذا الرهض، هذه الأعداد الكبيرة بالجملة للخروقات تثبت أن الهدنة أكثر منها شيك دون رصيد حقيقي في الواقع. طيب يا سيد عبد الستار، هناك لقاء في عمان مع المبعوث الأممي وأيضا اجتماع للجنة العسكرية لتثبيت الهدنة الأممية، هل تعولون على هكذا لقاءات؟ هذه الزيارات والتحركات واللقاءات كثيرا ما تمت وهي قعقعة دون طحين سياسي أو طحين إنساني واقعي، هي أكثر من زيارات وجولات سياحية تستنفذ الأمم المتحدة ما لديها من مخزون مالي بهذه الترضيات، تجمع مؤتمرات في السويد أول ومؤتمر ثاني ثم مؤتمر في الأردن ثم مؤتمرات في مناطق مختلفة، تستنفذ الأموال التي تدفعها الدول المانحة لليمن في هكذا ترهات لا تبدي ولا تسمم. خلال 7 سنوات عدد المؤتمرات واللقاءات الفرعية على مستوى المصالحة العامة والحوار السياسي الشامل أو على مستوى الأسرى أو على مستوى الهدن بلغت أكثر من 66 لقاء أنفقت فيها ملايين الدولارات، طائرات وتحركات، ناهيك عن اللجان التي تنشأ الأمم المتحدة سواء لجنة الحديدة التي يبلغ قوامها 100 فرد يستلمون ولا أموالا طائلة، ناهيك عن تحركات المبعوث وفريقه الكبير ورحلاته المكوكية. هناك عبث حقيقي بالأموال والذهاب إلى هوامش القضايا في رحلات سياحية واستجماع قضايا للدعاية الإعلامية. لم تحقق الأمم المتحدة نقطة واحدة أو اختراقا واحد في جدار الأزمة اليمنية في أي بعد من أبعادها السياسية والعسكرية والإنسانية. طيب أخيرا سيد عبد الستار، برأيك ما هو مصير الهدنة الأممية خلال الأيام القادمة؟ الهدنة الأممية يبدو أنها حاجة جميع الأطراف، الحكومة الشرعية يبدو أنها رخوة وتقود البلاد بحالة رخوة ومناسبة هذه الهدنة، كل الأعمال في الحكومة تثبت أن هذه الحكومة حكومة فساد بدرجة امتياز. المجلس الرئاسي أيضا ذهب إلى هوامش الأمور، لم يقم بواجبات في حسب ما وعد في أولوياته عندما أقسم اليمين أمام البرلمان. الذي أتوقع أن تبقى الهدنة بهذا المستوى الهش وهذه الخروقات، لأن الحوثي أي مستفيد منها كثيرا لاستجماع قواه ووصول دفعات جديدة من المهربات والصواريخ عبر زوارق بسيطة عبر الموانئ التي بيده، رأس عيسى، الصليف، جزيرة كمران، الحديدة، المنصورية، اللحية، 13 ميناء صغيرا وكبيرا، يدر على الحوثي مواقع ويدر عليه صواريخ كثيرة. ولذلك أتوقع أن تحافظ الأطراف سواء الشرعية أو الحوثي على هذا المستوى من الهدنة وقد تجدد. نعم، هذا ما أتوقع. نعم، كان معنا من القاهرة عبد الستار الشميري المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، أعلنت ميليشيات الحوثي عن جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بنسبة كبيرة تصل إلى 70%. بلغ السعر الجديد لسعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا 14,000 ريال
فيما وصل سعر صفيحة الديزل لعبوة 20 لترا إلى 17500 ريال. يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بشكل طبيعي وفقا لبنود الهدنة الأممية. دانت الهيئة المدنية ضحايا تفجير المنازل جريمة تفجير ميليشيات الحوثي لمنازل 3 مواطنين من أسرة واحدة في محافظة عمران، وأكدت الهيئة أن الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها الميليشيات ضد اليمنيين المخالفين لمشروع أفكارها ومعتقداتها، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم. أكدت منظمة أنقذوا الأطفال الدولية أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت الأكثر قتلا للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة الإنسانية، حيث تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 42 طفلا بين إبريل ونهاية يونيو من العام الجاري. واقع الطفولة في اليمن تحكيه قصصهم الأليمة ويرسم ملامحه واقعهم المرير، فثلاثي الفقر والجهل والتجنيد شبح يطارد الطفولة ليطمسها ويضيعها، وحديثا الألغام التي تتفنن الميليشيات بطرق إجرامية في زراعتها في الأراضي السكنية وبين المدنيين لترتفع بسببها أعداد ضحايا الألغام من الأطفال بشكل مهول. بيان صادر عن منظمة أنقذ الأطفال الدولية يظهر تحليلا جديدا بأن الألغام الأرضية والذخيرة غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75% من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال. وأضاف البيان أن الأطفال على وجه الخصوص يعدون أكثر عرضة لمخاطر التعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي وفضول الاستقصاء الشديد من قبلهم. وفيما ترفض ميليشيا الحوثي تسليم خرائط الألغام التي ترعاها في المناطق المحررة، شددت منظمة إنقاذ الطفولة على ضرورة الإسراع بإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لها، داعية المانحين إلى توسيع نطاق التوعية وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويقل مستوى الإصابات. الجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي هي الطرف الوحيد في زراعة الألغام في اليمن، حيث حولت البلاد إلى أكبر حقل للألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويسقط ضحايا من المدنيين بشكل شبه يومي، وبكل أسف يعد الساحل الغربي الأكثر عددا في ضحايا مخلفات ميليشيات الحوثي من الألغام. أطلقت منظمة حقل الحقوق والحريات تقريرا يتحدث عن الإرهاب والفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز، وتضمن التقرير رصدا وثيقا وتوثيقا لعدد كبير من الانتهاكات الواقعة في المحافظة. عقدت منظمة حق للحقوق والحريات مؤتمرا صحفيا لإشهار تقريرها المعنون محافظة تعز بين أنياب الإرهاب والفوضى الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان. ما يجري في تعز من انتهاكات خارج إطار القانون للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، وما يجري أيضا من عمل قتل ومداهمات وملاحقات واختطاف وتعسف وتعذيب، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب. تعز لها عدة محاور كل منها يريد أن يأخذ نصيبا من الإرهابيين ومن داعش ومن الحشد الشعبي ومن الخلايا التي تعطل الحياة في تعز، ولكن هذا الأمور كلها منهجة للضغط على أن تكون تعز غير آمنة حتى يتم عملية نزوح أكبر لعدد المواطنين إلى المناطق القريبة منها والتي تعتبر أقربها عدن. وخلال المؤتمر وزع على الحضور نسخا من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، احتوت النسخة العربية على 46 صفحة شملت بيانات وإحصائيات حول جرائم وانتهاكات وإفادات لضحايا وأسر ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان
التي رصدتها المنظمة بنزولاتها الميدانية. ما يقارب من 170 إلى 200 فرد من مختلف التشكيلات العسكرية وميليشيات الحشد الشعبي تهاجم أسرة من وتقوم بتصفية 4 أفراد خارج نطاق القانون، وحتى أن بعض تم تصفيتهم في المستشفيات، وجهاض جنين وجريح واحد، ولم يتبقى إلا شخص واحد فقط من أسرة الحرق. هذه تعتبر إبادة جماعية وتصفية عنصرية. بعد الحرب والفوضى والفجوة الأمنية التي تكون موجودة تحدث هذا السيطرة بعض الميليشيات على الوضع وحمل يعني كل شيء لصالحهم، مثل نهب الأراضي، عمل القباية والاستحواذ على كل الموارد كانت مادية، حتى الموارد البشرية تستحوذها بدل استقطاب الشباب في المعسكرات لأغراض شخصية. وفي ختام المؤتمر رفعت المنظمة عددا من التوصيات التي استنكرت في مجملها تلك الجرائم والانتهاكات ضد مواطني المحافظة ومحاسبة مرتكبيها وضرورة حماية الحقوق والحريات. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ميليشيات الحوثي تمنع تصدير البن اليمني إلى الخارج. أهلا بكم من جديد. أقدمت ميليشيات الحوثي على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها. في بلد يعد الموطن الأول للبن في العالم، وسيطر البن فيه على التجارة العالمية بشكل مطلق على مدى قرنين من الزمان وبعائدات مالية كبيرة على الدولة، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الميليشيات بهدف تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها. كما وصفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة صنعاء بأنها خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن. واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البن والممثل بلجنة مصدري البن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء الإجراءات التعسفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها. من جانبها أوضحت لجنة مصدري البن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، والذي يسبب بالضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص لكن أيضا على قطاع الإنتاج اليمني للبن بحسب البيان. وأعربت الغرفة التجارية في بيانها عن أملها بأن تتوقف الإجراءات التي تدمر القطاع الخاص العامل في مجال البن وتصديره. وحسب دراسة نشرتها وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن البن اليمني هو الأجود والأفضل في العالم، ويصل سعر الكيلو منه إلى 500 دولار أمريكي، ويصل سعر الطن إلى نصف مليون دولار. أعلن المسؤولون في منفذ الوديعة البري تفويج آخر دفعات الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة مساء أمس السبت، وقال مدير المنفذ مطلق الصيعري في تصريح خاص للغد المشرق إن عملية تفويج أكثر من 11 ألف حاج من مختلف المحافظات اليمنية تمت بكل سهولة ويسر. آخر دفعات الحجاج اليمنيين تغادر منفذ الوديعة البري إلى المشاعر المقدسة. نحو 200 حاج تقلهم هذه الحافلات كانوا آخر مواكب المفوجين برا. وصل أعداد الحجاج المغادرين 11208 حاج، فوجوا خلال العشر الأيام الماضية بكل يسر وسهولة. حقيقة احنا وضعنا خطة في لجنة تيسير أمور الميناء المكونة من كافة الجهات المختصة مدنية وأمنية وعسكرية، وعملنا عدد من النقاط التي من الممكن أنها تساعد في عملية التفويج بيسر وسهولة، وضعنا الخطة
وتم إقرارها من الجهات المختصة في المنفذ، وتم الموضوع في ترتيبها وتنفيذها على أرض الواقع. لم تمنع الحرب ولا الظروف الاقتصادية الصعبة هؤلاء من أداء فريضة الحج. قدموا رقم العراقيل ووعورة الطرق، فالقلوب حين تهفو إلى البقاع الطاهرة لا تستطيع كل العراقيل منعها. لم يكن منفذ الوديعة هذه المرة المسار الوحيد للحجيج، حيث جرى تفويج نحو 10,000 حاج عبر مطاري عدن وسيئون. حقيقة نشهد هذا العام إنجاز كبير جدا في عملية الترتيب والتنظيم والتنسيق مع الأشقاء في الجانب السعودي. الشكر والتقدير للأخوة في القيادة السياسية، مثلها رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأخوة في وزارة النقل وفي محافظة حضرموت السلطة المحلية، والأخوة في حي النقل البري، وتنسيق مستمر مع الأخوة في وزارة الأوقاف والإرشاد. الفرق التطوعية الحضرمية شاركت كعادتها في تسهيل مقادرة ضيوف الرحمن. لسنوات عدة تنصب هذه الخيام المزودة بالوجبات الجاهزة ودورات المياه، أضيف إليها مؤخرا عيادة طبية تقدم خدماتها العلاجية مجانا، وهو ما دفع إدارة المنفذ أن تعلن هذه المرة أن عملية التفويج هذا العام نجحت 100%. عيدروس الخليفي من منفذ الوديعة البري لقناة الغد المشرق. هذا واستقبل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار رباش حجاج بيت الله الحرام الوافدين جوا من محافظة سقطرة، وعددهم 86 حاجا وحاجة. أشاد الوكيل الرباش بالتحالف العربي والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتسيير رحلة خاصة لنقل حجاج اليمن الوافدين من سقطرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية برغم بعد المسافة، في خطوة لاقت ارتياحا من الجميع. وفي موضوع آخر، عقد في مدينة المكلا اللقاء التشاوري الأول لفناني ومسرحي حضرموت، وناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة والفن وأوضاع الفنانين في حضرموت. لقاء تشاوري هو الأول من نوعه لفناني ومسرحي حضرموت. اللقاء نظمته الإدارة الثقافية بالهيئة التنفيذية الانتقالية حضرموت في مدينة المكلا تحت رعاية الرئيس عيدروس الزبيدي، وشارك فيه نخبة من فناني الغناء والمسرح ورواد الفكر والثقافة في حضرموت. كانت الثقافة حاضرة بقوة، وكان الفن حاضر بقوة في حياتنا اليومية. للأسف اليوم علينا أن نعيد هذه القيم وهذه المنظومة، وبإذن الله تكون حياتنا فيها إبداع، فيها من الفن، فيها من الثقافة، و بعد بناء الدولة بإذن الله. أذوق التهاني لكل الشريحة في بلدنا الحبيب، وخاصة في محافظة حضرموت، بأن المجلس الانتقالي وضع أمام نصب عينيه بأن يقوم ويكون الدافع أو المدافع الحقيقي والمشجع لهذه الفئة التي طالما وانهضمت حقوقها. أوضاع الفن والثقافة والسبل الكفيلة باستعادة الدور الفني والثقافي وتفعيل نشاط المسرح تم مناقشتها في هذا اللقاء، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الفني والثقافي والمسرحي في حضرموت. نحن نحتاج حقيقة الفنانين بشكل عام، البصريين والأدائيين والسمعيين، نحتاج الاهتمام أكثر. دائما الفنون هي الوجه الحضاري دائما لجميع المجتمعات، وحضرموت كانت وما زالت تزخر بالكثير من الفنون. نتمنى الاهتمام أكثر للحفاظ على هذا الموروث، والحفاظ أيضا على الفنانين الموجودين واستقطاب الفنانين بشكل أكثر. الفنون السبعة ومن ضمنها المسرح، أنا بتكلم عن المسرح والتمثيل. فنحن الحمد لله ما دام هذا الفرصة جات ما بنضيعها، فنطلب من المجلس الانتقالي أن لا يخمد بعد ما ثار،
ونقول الحمد لله ما دام الآن نحن طلعنا بداية السلم لازم نكمله. بثق عن هذا اللقاء اليوم طبعا لجنة للمتابعة تم ترشيحها من قبل الحاضرين، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله. توصيات مهمة خرج بها هؤلاء المجتمعون ستعيد ألق الفن والثقافة في حضرموت، أبرزها استئناف نشاط معهد الفنون في المكلا والذي أغلق بعد اجتياح الجنوب في صيف 94، إلى جانب إنشاء صندوق الرعاية الصحية للفنانين. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. أظهرت دراسة ألمانية أن معظم الأجسام المضادة المتاحة لعلاج مرضى كورونا لا تمنع المتغيرات الفرعية الجديدة على الإطلاق أو تمنعها بفاعلية منخفضة، لأن هذا الجسم المضاد حجب جميع المتغيرات المختبرة بكفاءة عالية. وأوضحت الدراسة أن متغيرات أوميكرون الفرعية الجديدة تكون مؤثرة بشكل أسوأ من سابقتها القديمة عن طريق الأجسام المضادة الناتجة بعد التطعيم أو التلقيح متبوعا بالعدوى. لذا هذه المتغيرات الفرعية الجديدة هي متغيرات هروب مناعي. استغل فنان في نيويورك وباء كورونا ليخرج بمجموعة متنوعة وفريدة من قطع الديوراما الفنية ليصور من خلالها مشاهد بروكلين الحضرية، بالإضافة لمجموعة من الأماكن الريفية الأخرى. نتابع. Chum had no problem. Yeah, we'll talk about that. So all their affiliates have a choice. They can shut it down and to turn it into a piece. Do you remember, since you're Brooklyn, you grew up here? I grew up in Manhattan, Westchester. Okay. I've been living on off of Brooklyn for a while. I was invited to study at the Watchtower. Do you remember that? I think I know them better. شهدت القارة القطبية الجنوبية درجات حرارة مرتفعة تسببت في ذوبان القمم الجليدية في أقصى جنوب القارة بمعدل لم يسبق له مثيل. نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة شهدت جزيرة إيغلو ظاهرة غريبة ومرعبة تبدو وكأنها دم يتساقط، والتقطت مجموعة من الصور المرعبة لما سماها الباحثون ثلج الدم، حيث يشعر من ينظر إليها أن الأرض تنزف دما، فيما فسر العلماء الظاهرة بأنها تحدث بسبب ظهور بعض الطحالب. نهاية النشرة، إلى العناوين. رئيس الوزراء معين عبد الملك يترأس اجتماعا أمنيا في العاصمة عدن لبحث الأعمال الإرهابية الأخيرة. قوات مكافحة الإرهاب تبدأ حملة أمنية ضد التنظيمات الإرهابية في أبين، وارتياح كبير في أوساط المواطنين. ومنظمة دولية ترصد مقتل وإصابة أكثر من 40 طفلا بسبب ألغام ومتفجرات الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد وإيدكم وتطبيق ضبط الإخباري. إلى اللقاء.